فوا، وإلا سمحتوا قبل ما ياخذ السيد الرئيس ديال الجمعية السيد ريش حتان الكلمة. كنهنئك استاذ دريش حسان على المنصب ديالك كرئيس الجمعيه الوطنيه للاعلام. واش كيبان لك في ظل الاعلام؟ واش كيبان لك الاعلام واخد حقه في الساحه؟ والاعلام راه هو الساحه بمفهومه المعرفي، راه هو الساحه، ولكن واش شمن اعلام حنا متواجدين فيه؟ يعني واش من اعلام بغينا؟ هذا هو الدور الاساسي ديال الجمعيه الوطنيه للاعلام والناشرين. ان شاء الله هو اننا الهدف ديالنا هو تطوير هذا القطاع، هو اننا نحاولوا نخليوه هو قطاع انتاجي، ما نبقاوش قطاع اللي تعيش من اجل الدعم فقط، قطاع اللي خصنا يعطيونا الفلوس باش نعيشوا. تنحاولوا ان شاء الله تكون عندنا منابر اعلاميه قويه، منابر اعلاميه اللي تقدر تكون تنافسيه خارج الحدود، ما يمكنش نبقاو بيناتنا نشوفوا المقاوله الاعلاميه الناجحه كنا نقلدوها، لا، خصنا نكونوا مبدعين، خصنا نكونوا منتجين، خاص يدخلوا مستثمرين لهذا المجال هذا. للاسف القطاع ديالنا هو قطاع هش، اغلب جات كوفيد، يعني خلت الاغلبيه ديال المقاولات الاعلاميه حست بالخطر، حتى وصلنا لمرحله كان هناك يعني عدد كبير من المنابر وعدد كبير من المقاولات علنت الافلاس ديالها وغلقات. لحسن الحظ اثناء تاسيس الجمعيه الوطنيه للاعلام والناشرين اننا استطعنا في ظل الاراده السياسيه والاراده ديال صناع القرار في البلاد والاراده ديالنا حنا كاعلاميين اننا نقدنا الموقف، وبقينا متواجدين على الساحه. ولكن مازال تنعيشوا ازمات متتاليه، اغلبيه ديالنا تعاني، الاغلبيه ديالنا تلقى اشكال كبير في صرف اجور الصحفيين والمشتغلين في هذا القطاع. بغينا ان شاء الله مستقبلا نكونوا قطاع منتج، قطاع يوقف على رجليه، تكون مقاولات اعلاميه قادره على استيعاب كل الاختلافات وكل الاشكالات وكل الازمات. وبغينا حتى الصحفي يعيش بكرامه، بغينا الصحفي حتى هو يكون عنده ما يفكرش في الصالير ديالو، ما يفكرش على انه واش يتخلص شهر ولا ما يتخلصش، يفكر هو شنو هو نوع المعلومه اللي يجيب وكيفاش على انه يغامر بكل ما يملك من اجل الوصول الى صحفي متمرس، صحفي قادر على اعطاء المعلومه، قادر على استيعاب ما يبحث عنه المجتمع. فضل اعطاء المعلومه استاذ شحتان، بعض المنابر الاعلاميه مؤخرا ولاو كيعتمدوا على السب وعلى الشتم وعلى هتك الاعراض ديال الناس باش يطلعوا القنوات ديالهم او ما يسمى بالبوز، واش كيبان لك هذا اخلاق صحفي؟ شوف بنتي، هذا الشيء بغض النظر على انه اخلاق ولا مش اخلاق، هذو العمر ديالهم قصير. المجتمع ذكي، المجتمع ما يمكن له يبوء الصداره وما يمكن له يحتضن المنبر الاعلامي الا المنبر الاعلامي الصادق، المنبر الاعلامي اللي تيقول الحقيقه. هذا الشيء تنعاني منه ماشي في المغرب، تتعاني منه جميع الدول في العالم، ولكن في الاخير ما تيبقى غير اللي عنده مصداقيه واللي عنده جمهور واللي تيبغيو الناس. اما اللي تيمشي يعني للتشهير او للسب او القذف او الكذب او مثلا خلق اشياء لا علاقه لها بالواقع، فالحياه ديالو قصيره جدا وتيموت بسرعه. اخر سؤال استاذ، واش كيبان لك ان الدوله باقا محتاجه للصحافه؟ الصحافه جزء من الدوله، جزء من تنميه هذه البلاد. لا توجد ديمقراطيه بدون صحافه، لا توجد تنميه بدون صحافه. الصحافه هي 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 اساس اي تحولات في اي دوله في المعمور. ما يمكنش تكون اي اسس ديال اي دوله بدون صحافه. هذا سؤال يعني كما تقولوا سؤال جدلي، جواب جدلي. ما يمكنش في اي دوله في العالم ما يمكنش ما تكونش عندها قائمه اللي ما كانش عندها صحافه وما يكونش عندها اعلام قوي. وهضرنا قبيله على دوله مثل قطر، منبر اعلامي او فضائيه هي اللي صنعت الدوله.
فما يمكنش من سيسوق إنجازات الدولة، من سيسوق إشكالات الدولة، من صناع القرار في أي دولة كيف يمكن أن يرسلوا خطاباتهم إلى مكان عن طريق الإعلام؟ الإعلام جزء أساسي من قوة أي دولة، ما يمكنش تموت الصحافة. إدريس حسان، أنت تشوف تيفي وفيلم ديال الإخوان وعاوتاني المنصب ديال الرئاسة ديال الجمعية، فين غادي؟ شوف تيفي جزء من حياتي. الإخوان هو إنتاج وإبداع وفرجة، ولكن رئيس الجمعية الوطنية للصحافة وتكليف، ويمكن نقول لك أول مرة نحس أن واحد مسؤولية لي جسيمة على عاتقي، نتمنى إن شاء الله، لأن هي انتظارات أغلب المنابر الإعلامية المغربية، نتمنى إن شاء الله نكون على قد المستوى. توفيق إن شاء الله. اللي شفت في سي إدريس حتان هو انضباط، هو عنده رؤية، هو عنده كذلك يعني كيغير على هذه المهنة. فأولا هو ربح الثقة ديال الأعضاء ديال المكتب التنفيذي بحكم انضباط ديالو ديناميك، دونك هو ما انتظرش بزاف ديال الوقت باش دار برنامج يوم تواصلي. كنتمنى له النجاح، وانا متاكد الا بقى في هذا الانضباط وفي هذه الديناميكيه اللي بيناها غادي يل فاسيرفير لانتيغي جينيرال والاعلام المغربي. بعض النقط استاذ بغيتك تذكر لي بعض النقط اللي خاصين الصحافه باش تزيد القدام وتكون في الساحه الفنيه بشكل قوي. يعني صعيب قول لي بزاف النقاط، هما صعيب نقول يعني بعض النقاط، واللي خصني نقول بان لونتربريز دو بريس خصها دائما تكون في تطور مستمر، والتطور كيحتاج دي مويان. هادشي اللي غادي نقدر نقول، وكذلك لا فورماسيون حتى هي مهمه. قادر على جميع المستويات، علاش ما يكونش قادر؟ اولا دريت حتى شاب، ثانيا شجاع، ثالثا متواضع. وانا غنشرح هذا الشاب، يعني عنده طاقه ديال الاشتغال كثيره، ثانيا مهني، ثالثا متواضع، يعني تيقبل الراي الاخر. الشخص اللي تيجمع فيه هذه الخصال هذا ما يمكن الا يكون ينجح في المهام ديالو. علاش؟ لان الطاقه ديالو الشبابيه وقوه الشجاعه ديال الفكر وتواضع ديال الاستماع تيعطيك انك تيوفر لك كاع العناصر باش تشتغل مزيان، لان تسمع للناس اللي معك، تاخذ بالاراء، ماشي شي واحد اللي غادي يجي يقول لك لا انا رئيس انا اللي غادي نكون المخاطب الوحيد. لا، فيه التواضع وفيه سميتو ديال المهنيه وفيه شي حيويه شبابيه اللي تتجعل منه مخاطب. ثانيا دريس عنده، انا حضرت معاه مجموعه اللقاءات مع فاعلين في الدولة، عنده قوة الإقناع، تيعرف يقنع الآخر، تيمشي بشوية، وإنسان هادئ ما تيتقلقش. في هذوك مجموعة ديال الصفات اللي، وحنا راك شتي أنه المجموعة اللي الأسماء اللي استطاع يجمع والشهادات اللي قيلت في حقه، والله يكون في عوانه، لأن مهمة ماشي سهلة، ما راها صعيبة، ولكن هو كما تيقول المصريين أداها وأدود. واش كيبان لك ان القطاع الاعلامي قادر انه يكون في الساحه بقوه من بعد هاد الندوه ومن بعد هاد الاقتراحات وهاد كيف قلت انا في الكلمه ديالي، هاد الندوه واخا هو لقاء تواصلي، ولكن خصو يكون انطلاق في مرحله جديده. شنو هي هاد المرحله؟ هي انه الاعلام يتكون كجبهه اعلاميه وطنيه في مواجهه التحديات. حنا بغينا ننتقلوا من اننا ندبزوا فيما بيناتنا ونناقشوا فيما بيناتنا حول الامور اللي لداخل، ننتقل من هذه المرحلة وندوزوا إلى ما يقع على الخارج. المغرب محاط محدقة به مجموعة من التهديدات والمخاطر، خصنا حنا كإعلاميين اللي مورانا الشعب المغربي بيانتو، لأن حنا هما طريقة التواصل بين الدولة وبين المجتمع، بين وسائل التواصل، راه بين وسائل التواصل، داكشي باش تسماه هو التواصل، وسائل التواصل هو الإعلام، وهذا الإعلام خصو يكون في مستوى هذه المرحلة اللي هي مرحلة حاسمة، بالتالي أنك تبلغ وتاخذ احساسات المجتمع وشعوره وما يخالجه توصله للفاعلين، وتاخذ من عند الفاعلين عاوتاني التوجهات ديالهم وهذا، وتبلغ المجتمع. هذا هو التواصل.
وتنعتقد ان هذه المرحله والكلمات اللي استمعنا لها والناس واعيين باهميه ودقه المرحله ومستعدين انه الاعلام يواكب هذه المرحله بما تتطلبه. ذكرتي نقطه مهمه في الاعلام انه ولا الناس باش يطلعوا القنوات ديالهم كيطلعوا بالسب والشتم والاعراض في الـ في الـ في, الـ في الـ الهتك ديال الاخرين. وشنو كيبان لك انت يا واش هذا تصرف اخلاقي في مهنه الصحافه او لا؟ لا هو ما كان عمره كان في الصحافه، وحتى الا كان عنده قوانين. ملي بدات الصحافه كان عندها ضوابط. الانسان اللي تيحس براسو انه تعرض لاهانه، القذف، الشتم، السب او اي جريمه او عمل متعلق من هذا الشان تيلجأ للقضاء. الان المغرب دخل واحد المرحله اخرى وهو انه يشتغل على قوانين وعلى مسائل قانونيه اللي اثرت هذا الجانب. دابا كاين المجلس الوطني للصحافه فيما يتعلق بالاذاعات، كاين الهيئه العليا للصحافه، وتيبقى القضاء. وحتى في الصحافه المكتوبه الان قانون النشر واضح، مدير النشر مسؤول. فاللي تيحس براسه انه تمس بشي حاجه راه عنده مجموعه ديال الوسائل القانونيه باش يرد الاعتبار لراسه ولا يمنع. يعني ما بقاتش القانون الغاب، كان في الواحد الوقيته قول اللي بغيتي، والان حتى دابا هناك انطباع بان كاين القانون الغاب، ولكن راه ما كاينش. واخا فيما يتعلق ولا يكون شخص واحد، راه تدوينه وحده، راه حنا شفنا نماذج في المحاكم المغربيه انه تدوينه تمكن تؤدي بصاحبها لها عواقب وخيمه، ما كايناش الفوضى. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.